السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على التكست في برنامج انسايت. اللي انا عايز ابدا تكست اجي هنا على التكست واقول له شغل التايب تول وابدا اكتب التكست بتاعي. نعم، طيب التكست دوت اقدر اتحكم فيه من الشيت اللي فوق دوت. هنا بتحكم في الكاركتر فورمات شكل الخط، هنا الباراجراف. طيب نقص الخط ممكن اعمل فيه، ممكن نخلي الخط بتاعه نوع مثلا اريل او اي نوع تاني زي ما انا عايز. اهوت حاجة مثلا بالشكل دوت زي ما انت عايز. في بعض الخطوط ما بتقبلش العرض فتلاقيها ضربت معاك. تمام، ممكن بعد كده تقول له ده الخط ده انا عايزه مثلا عادي او عايزه بولد تقيل او عايزه ايتاليك مايل. خليها مثلا بالشكل دوت. عايز اكبر الخط. تمام، طيب خلينا نكبره جامد اهو بالشكل دوت. ايه اللي حصل؟ المساحة بتاع الخط ما كملتش وفي خط في كلام تاني المفروض يتكتب، بتلاقي علامة زائد ظهرت لك معناها إن أنت ممكن تيجي هنا وتكمل النص تاني. تمام، تيجي على علامة زائد تقول له كمل النص تاني. تمام، طيب أنا لو جيت دلوقتي هنا ممكن نكبر المسافة بين الخطوط بالشكل دوت. ممكن اقول له انا عايز الخط بتاعي تقيل او خفيف. تمام، عايز تحتي خط بالشكل دوت، عايز يشتب عليه الكلام ده، مش عايز احط عليه من خط في النص، عايز اخلي الارتفاع دوت يبقى اكتر بالشكل دوت. تمام، دي كلها حاجات بقدر اتحكم بيها. اكبر المسافة هنا، اخليه مايل شوية. تمام، اللون الخط خليه مثلا احمر مثلا بالشكل دوت. ممكن اقول له الخطوط الخارجيه بقى خليها ازرق بالشكل دوت. تمام، كل دي اقدر اتحكم فيها بحيث ان انت تعمل شكل حلو في المجله او في البحث اللي انت عايز تعمله. هنا ممكن تحط بعض الخصائص مره واحده تتغير. تمام، يعني كل دول ممكن تسميهم اسم، واول ما تختار من هنا تلاقي كله اتغير زي ما انت عايز. تمام، تقدر تعدل لو في خاصية منهم عايز تغيرها تقدر تغيرها منه. تمام، مثلا انا متعود من ربيع. تمام، تقدر تشوف ايه الحاجة اللي انت عايز تعدلها تاني. دلوقتي ممكن تقول له انا عايز الالاين يمين شمال تحت فوق زي ما انت عايز. تمام، ممكن اجي هنا بقى الفقرات اقول له خلي الفقرة كلها ناحية دي. انا عايز اسيب المسافة بين السطور قد ايه. هنا عايز اول سطر سيب مسافه، اول سطر في الفقره وهكذا. عايز الفقرات كلها يبقى اول كل فقره فيها نقطه او ترقيم. عايز ممكن تدي خصائص كتير للفقره مره واحده. تمام، دي كلها بعض الخصائص اللي مفيده لو انا عندي تكست. تمام،